احنا وقفنا في الكلام مع حضراتكم عند تفصيله ان الماتش بتاع النهارده هيكون ماتش قوي. وعلى فكره احنا بقالنا فتره لو حضراتكم ملاحظين كل كلامنا عن اي مباراه بياخدها النادي الاهلي محليا او قاريا هي بالنسبه لنا خلاص بقت مباراه مهمه. واستكمالا للكلام اللي كانت نهاوند بتتكلم فيه في الجزء الاول او الجزء اللي فات من حلقتنا، فكره الماتش سهل او مش سهل، ما ينفعش نعتبر اي مباراه في الفتره اللي جايه ماتش سهل. ليه؟ لان احنا لما عملنا ده في اوقات سابقه يعني اتقلبت الاوضاع، لان لاعتبارات كتير ما ينفعش نتهاون، لاعتبارات كتير ما ينفعش نتعامل مع المباراه على اعتبار انها ايه في الايد، لا في حاجات كتير قوي شفناها الفترات الاخيره تاكد لنا ان مفيش حاجه مضمونه غير من خلال ان كل واحد يعمل اللي عليه وزياده، والمفروض ان ده العادي بتاع النادي الاهلي. المهم النهارده ان شاء الله هيواجه النادي الاهلي المقاولين العرب الساعه 5 مساء على استاد الاهلي بالسلام، دي المباراه المؤجله من الجوله رقم 17 في بطوله الدوري. امبارح الفريق اختتم استعداداته بتدريبات مسائيه، وعقد مستر كولر محاضره قبل انطلاق هذه التمرينات للتاكيد على العديد من الجوانب الخططية. كمان أدى حراس الفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية جدا تحت إشراف أكيد ميشيل يانكن مدرب حراس المرمى، واختتم الفريق ميرانو بتقسيمة كرة قدم قوية. بالنسبة للتحكيم في ماتش النهاردة إن شاء الله هيديره محمد الحنفي ويعاونه أحمد صلاح وأحمد رشدي، والحكم الرابع هو أحمد حمدي، بينما يتواجد في غرفة الفيديو محمد صباحي وبيساعده محمد عزازي. طبعا الأهلي بيتصدر حتى هذه اللحظة ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من إجمالي 17 مباراة خاضها الفريق في المسابقة حتى الآن، وأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. كلام محترم. بص التاني هنرجع نقول أكيد مباراة قوية، لكن لو جيت بلغة الأرقام برضو اتكلمت يا كريم شوية هتلاقي لا الكفة أكيد أرجح بشكل كبير جدا للنادي الأهلي. هم تواجهوا تقريبا 79 مرة، 56 مرة النادي الأهلي بيفوز، 16 مرة المقاولون بيفوز، وسبع مباريات عفوا اتعادلوا وسبع مباريات فاز فيها المقاولون، يبقى 79 56 للأهلي، 16 كان تعادل وسبعة كان المقاولون حقق فيها فوز. فلا بلغة الأرقام طبعا في فوارق كبيرة جدا، لكن هنرجع نقول تاني مباراة في غاية الأهمية. هذا الموسم كمان مختلف إلى حد كبير جدا عن أي موسم فات. أنت عندك كان بداية من الميركاتو الصيفي وبداية الموسم كان عندك يعني صفقات غير معدودة في بعض كمان الفرق، واللي أثرت بشكل إيجابي على أداء فرق كتيرة، وبالتالي أثرت على كمان الترتيب في جدول الدوري. فلا موسم مختلف إلى حد كبير، وأعتقد موسم قوي، فننتظر مباراة قوية. برضو المقاولون زي ما كنت بتكلم مباراة قوية جدا، لكن برضو عندهم اكيد بعض العيوب اللي احنا اكيد على الصعيد بتاعنا لازم احنا نستغلها يا كريم. على الصعيد النادي الاهلي انا اتوقع ان برضو ممكن مارسيل كولر يريح بعض اللعيبه زي ما كنت بتكلم في بدايه الحلقه، عشان انت عندك مباراه سان داونز، مباراه قويه جدا، محتاج كل السكواد بتاعك، محتاج التركيز طبعا الكامل. بس هنشوف سير المباراه النهارده هيكون ازاي. انا اتوقع باذن الله فوز يا 1-0 يا 2-0 ان شاء الله يعني.